بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه استعين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة بإذن الله سنتطرق إلى معالجة وضعية الانطلاق في المادة وتحولاتها للسنة الثالثة متوسط، وهذا نصها كما رأينا في بداية دراسة الميدان. يقول: أنطلق في دراسة الميدان لوالد محمد سيارة قديمة تنفث دخانا أسود خلال سيرها، ما يلوث البيئة ويزعج المارة والسائقين معا، فقرر بيعها وشراء سيارة جديدة مركبة في الجزائر ذات خصائص تستجيب للمعايير الدولية في مجال السلامة المرورية وحماية البيئة. رافق محمد والده إلى مركز عرض وبيع السيارات الجزائرية، وبينما انشغل الأب بالأمور المالية مع مدير المركز، تكفل عامل تقني بمحمد وأخذه في جولة إلى قسم خدمات ما بعد البيع، شارحا له كيفية عمل محرك السيارة حتى لا ينفث الدخان الأسود، وكذا طريقة تشغيل الوسادة الهوائية الواقية للسائق في حال حدوث حادث سير. على طريق العودة طلب الوالد من محمد أن يشرح له كل ما سمعه من العامل التقني. ساعد محمد في هذه المهمة بالإجابة عما يلي، مستغلا الصور المرافقة أو المرفقة مع هذا النص. المطلب الأول أو المهمة الأولى: اشرح مبدأ عمل الوسادة الهوائية مستعملا المعادلة الكيميائية للتحول الحاصل ومبينا العامل المساعد فيه. إذن بالاستعانة بالصور المرفقة مع هذا أو السندات المرفقة مع هذا النص، يمكننا أن نشرح كيف تعمل الوسادة الهوائية. إذن فتعتمد الوسادة الهوائية في عملها على التفاعل الكيميائي لقرص ثلاثي الأزوت أو ثلاثي أزوت الصوديوم، ثلاثي أزوت الصوديوم الذي هو Na3، وذلك بفعل درجة الحرارة الناتجة عن الشرارة الكهربائية التي يحدثها جهاز الاستشعار بالصدمة. نوضح ذلك بالصورة. إذا تلاحظ بأن الوسادة الهوائية مزودة بعنصرين: جهاز الاستشعار بالصدمة، ومادة كيميائية تتمثل في قرص ثلاثي أزوت الصوديوم. هذا الجهاز عندما تحدث صدمة فجائية فإنه حساس للصدمات، فحساسيته تتمثل في حدوث شرارة كهربائية كما نلاحظ هنا. عندما تحدث شرارة كهربائية فيه فإنه يسخن، أو الحرارة تصل إلى ثلاثي أزوت الصوديوم الذي يتفاعل عندما تصل درجته إلى 275 درجة مئوية، فينتج عن ذلك غاز ثنائي الأزوت الذي ينفخ كيس الوسادة الهوائية، وبالتالي تؤدي دورها في حماية الشخص من الاصطدام بالمركبة أو بالمقود أو ما شابه ذلك، فتخفف عنه الضرر. إذن فالعامل المؤثر في هذا التفاعل هو درجة الحرارة كما رأينا، يعني لولا ارتفاع درجة الحرارة إلى 275 لن يتفاعل قرص ثلاثي أزوت الصوديوم وما انفتحت الوسادة الهوائية وما قامت بوظيفتها. إذن المعادلة أو يحدث التفاعل السابق الذي ذكرناه وفق المعادلة الكيميائية التالية. إذن لدينا جزيئين من ثلاثي أزوت الصوديوم الذي يكون في حالة صلبة عند الدرجة 275 يتفكك ويتحول إلى معدن الصوديوم 2Na صوليد زائد ثلاث جزيئات من الأزوت. إذن هذه المعادلة التي يتم وفقها التفاعل. نمر إلى المطلب الثاني: اشرح مبدأ عمل محرك السيارة مستعمل المعادلة الكيميائية مع تحديد العوامل المؤثرة فيه، انطلاقا أيضا من الصور المرفقة. إذن فيعتمد محرك السيارة في عمله على التفاعل الكيميائي أيضا، والمتمثل في احتراق الوقود
مع الأكسجين، سواء كان هذا الوقود مازوتا أو بنزينا أو السيرغاز أو ما نسميه بالغاز المميع، فكل في كل الحالات يحدث احتراق أو تفاعل كيميائي بينه وبين الأكسجين الذي يتم. أو هذه العملية، عملية الاحتراق، تتم على 4 مراحل كما هو مبين في الصور المرفقة في هذه الوضعية. فالمرحلة الأولى تسمى مرحلة السحب، وفيها يتم سحب خليط يتكون من الوقود والهواء، وهنا يجب أن تكون نسبة الهواء أكبر من نسبة الوقود لكي يحدث الاحتراق. المرحلة الثانية وهي مرحلة الضغط، وفيها ينغلق صمام السحب ويضغط أو يضغط الخليط للامتزاج جيدا. إذا عندما تدخل كمية الخليط المتمثل في الوقود والأكسجين أو الهواء إلى غرفة الاحتراق، ينغلق الصمام لكي يتم ضغط الخليط جيدا حتى يتم الامتزاج بشكل منتظم. المرحلة الثالثة هي مرحلة الاحتراق، وفيها يحترق الخليط الذي وصل إلى غرفة الاحتراق بفعل الحرارة الناتجة عن الشرارة الكهربائية المنبعثة من الشمعة، فيرتفع الضغط داخل الغرفة الذي يؤدي إلى اندفاع المكبس نحو الأسفل. المرحلة الرابعة وهي مرحلة العادم، يعني عندما يندفع المكبس إلى الأسفل، وفيها يصعد المكبس دافعا نواتج الاحتراق لتخرج من المحرك عبر صمام العادم، وهكذا تتكرر العملية. إذن فالآن معادلة التفاعل، يعني هذه المراحل الأربعة تختزل في معادلة التفاعل الآتية. هنا افترضنا بأن الوقود هو عبارة عن غاز البروبان الذي صيغته C3H8، فإن جزيء من البروبان يتفاعل مع 5 جزيئات من الأكسجين عند درجة حرارة معينة، فتنتج كما نلاحظ 3 جزيئات ثنائي أكسيد الكربون و4 جزيئات من الماء. إذن هذه هي مرحلة التفاعل التي يتم وفقها الاحتراق في المحرك. ثم في السؤال الموالي يقول: برأيك ما الذي يجعل السيارة تنفث الدخان الأسود، وما هو العامل المتسبب في ذلك؟ إذن كما رأينا، فالذي يجعل السيارة تنفث الدخان الأسود هو الاحتراق غير التام. ما سبب هذا الاحتراق غير التام؟ يعود ذلك إلى نقصان الأكسجين في المزيج. كيف يكون الأكسجين ناقصا في المزيج؟ بأحد سببين: إما أن فتحات التهوية لدخول الهواء أو الأكسجين تكون مسدودة جزئيا، أي لا تؤدي دورها كما يجب، أو أن صنابير تدفق الوقود مهترئة، يعني متقادمة، فتجعل الوقود يندفع بكمية أكبر من اللازم فيصبح المزيج غير متكافئ. إذن وهنا سيكون العامل المتسبب في ذلك هو تركيب المزيج الابتدائي، يعني عندما تكون نسبة الهواء غير كافية في المزيج يكون الاحتراق غير تام وينبعث الدخان الذي تكلمنا عنه. ما هي النصائح التي نقدمها لأصحاب السيارات حفاظا على السلامة والبيئة؟ إذن فهنا من أهم النصائح هي الصيانة الدورية، هذا لا شك فيه، يعني يجب أن تجرى صيانة دورية لتركيبات أو لمحرك السيارة حتى يعمل بشكل نظامي وطبيعي. ومن بين هذه الصيانة هي تنظيف وتنقية فتحات التهوية واستبدال صنابير تدفق الوقود عند استهلاكها أو تقادمها. الأمر الآخر، يمكن أن ينصح أصحاب السيارات باستعمال وقود أقل ضرراً للبيئة، فمثلاً في عوض أن نستعمل المازوت أو البنزين فنستعمل الوقود المتمثل في
الغاز المميع الذي يعتبر أقل ضرراً وأكثر نظافة وصداقة للبيئة إن صح التعبير من المازوت والبنزين. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم منها، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.